مدينة العيون هي إحدى مدن محافظة الأحساء التابعة إداريا للمنطقة الشرقية شرق المملكة العربية السعودية. تقع جنوب بقيق وتبعد عنها حوالي 40 كيلومتر وغرب الخليج العربي بمسافة نحو 50 كيلومتر، وتبعد عن مركز مدينة الأحساء ب 35 كيلومتر شمالا، وعن جنوب مدينة الدمام بنحو 80 كيلومتر، وعن شرق العاصمة الرياض بنحو 300 كيلومتر. ويمر بطرفها الغربي طريق الدمام الأحساء السريع، وترتبط بميناء العقير التاريخي على ساحل الخليج العربي بطريق مباشر يبلغ طوله 76 كيلومتر. يعود أصل تسمية العيون إلى وفرة العيون والينابيع بها. العيون مدينة ذات تاريخ عريق موغل في القدم، وقد دلت ملامح الاستيطان البشري في المنطقة على وجود أثار حضارة في موقع عين قرناص بمدينة العيون تعود إلى 6500 سنة.